عسكرية قديمة مع سليم بوصفارة. دروس خصوصية. إتود. أوتيد. كور بارتيكولي. حاجة كيف تسمعها تجيك الغم ويهبط عليك النكد. تلميذ ولا والي. الوحيد اللي يسمع ويشيخ ويبتسم والضحكة تعلم حياه هو المعلم والأستاذ. من غير ما نعم ونحط المدرسين الكل فرد شكارة. القاعدة هي كيف تقري تلميذك دروس خصوصية في دارك. والاستثناء كي ترفض تقري وتلعبها عادل ومنصف. هذا في وقتنا توا. به توا عادل ومنصف يكملولك على هيك الشهرية العزيزة ويخلصولك الكري والماء والضوء والكمبيالة. ايه يا حسرة كي كانت شهرية معلم تبني ديار. معلم تلقاه عام كامل بنفس الصباط والفيستا وقت اللي تلميذه يحوس بسبيدري يسوى شطر شهريته. فما معلم سألوه علاش تقري دروس خصوصية لتلامذتك؟ علاش اللي ما في حالوش يتحرم؟ جاوبهم الوزارة عاملة برنامج شرجية برشا صعيب ياسر نخلطو نكملوه في الدروس العادية. وغالبا التلامذة اللي ما في حالهمش ما يحبوش شكون يشرجي لهم خاخهم برشا، وأوليائهم ما يحبوش المصروف الزائد. هذاك علاش يلزمنا نكونوا متفاهمين ونراعيوهم. نمشيو للتلميذ اللي فاهم اللعبة الكل والطرف البراغماتي. يقولك نقرا ايتود على خاطر انا رابح. وقت المعلم ولا الاستاذ باش يعطيني روح الزبدة وبيها نطر نوتات باهين، هو رابح الفلوس اللي باش يدخلها وبابا وامي شيخين بالنتائج والكلنا فرحانين. فم غناية مزيانة برشا اسمها علمني. علمني 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 علمني. غناها لطفي بوشناق في اول التسعينات. تلميذ يشكر في المعلم تاعو على الباهي اللي عملوا معاه ويقول له فيها علمني علمني سيدي، علمني نقرا ونكتب، علمني نتحي مهما كان صعب امتحانك، الدنيا امتحانها اصعب، علمني وخوذ بيدي خليك معايا يا سيدي. الغنية هذه كانت غنيت في وقتنا هذا، راهي كلماتها يصير عليها تعديلات كالاتي: قريني قريني اوتيد تترررر اوتيد تترررر، دخلني نقرا عندك في مصلحتي ومصلحتك، مهما كان صعب امتحانك بالليتود الامور تسلك، اعطيني مخ الهدره ومش لازم تطولها، 80 90 100 ولا 200 مهما يكون سوم لوتيد ما هوش خسارة فيك، ماذا بيا نفرح لميمة وبعينيها تشوف النتيجة وتخليني ترانكيل مصروفي في الجيب. علمني علمني سيدي. كاريا قديمة مع سليم بوصفارة.